في اخر كاب ويكاند. رجعنا لكم وما رجعتش وحدي، نستقبلوا بكل حب وبكل فرحه وبكل فخر السيده نعيمه الجاني، اكبر ممثله في كي تونس. مدام نعيمه بونجور. صباح النور. صباح الفل. صباح الخيرات. سلام نعيمة، على هالتقديم. برشا حب، برشا حب، التوانسة الكل اجتمعوا على حبك. عايشك ربي يخليك، تفضلك. بالحق نحبوك الكل نراه، بالحق إذا أنا مخ سانسيغ، على خاطرك إنسانة طيبة وسانسيغ ومتواضعة ياسر. مدام نعيمة، حبيناك كل رمضان تدخل ديارنا وتدخل قلوبنا، وكل رمضان تبدع في دور جديد بحاجة جديدة وبتصويرة جديدة. ما شاء الله. أحكينا على دورك في فلوجة سنة. والله هو دوري سنة في فلوجة هو دور مديرة، معناها إنسانيا هي معناها تظهر صعيبة وكل الفيد مونبيو، تربيت على مبادئ تعلمتها من الحياة، من قرايتها، متأثرة برشا بورقيبة، تحبه برشا، وبالنسبة لها هي هو القدوة نتاعها، الزعيم هو القدوة نتاعها، بيو أنه بورقيبة أعطى مساحة كبيرة للتعليم وأمن بالتعليم. صحيح. كان يقول صحيح، احنا ما عندناش بترول وانا معانا لا ماتير غريز، وهذايا معناها توا هنا نشوفوا فيه سواء في الطب اللي عندنا ولا في المهندسين ولا معناها امن 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 بالتعليم. دونك المراه هذيا لكن انساني هي تعاني من الوحده، عايشه وحدها مع قطوسها، ما عرفتش، ما جابتش صغار، تعاني من الوحده لك، وهالوحده هذيا باش نجر عليها برشا حاجات. انا تو ما نحبش نقول لك بغون با دي فوالي، معناها باش ما نكشفوش يعني اسرار المسلسل، خليته كل شيء يجي في وقته. من الخدمه الكبيره نتاعي ما زلت ما جاتش في معناها دوري كممثله، معناها في المسلسل مازال ما جاش، معناها الدور باش ياخذ اكثر مساحه في الحلقات الجايه. نعم، الدور باش ياخذ اكثر مساحه في الحلقات الجايه. مساحه في الحلقات الجايه. هو الحقيقه مدام نعيمه الشخصيه ما نجمناش لا نحبوها لا نكرهوها، ما فماش كشعور ليميت نوتر، ما اي خاطر هي يعني قلت لك هي صعيبه وما تحبش توري مشاعرها. بالنسبه لها هي القدوه نتاع المعهد هذاك، دونك زي ما تكون مراه مستقيمه، ما تضحكش برشا، ما توريش مشاعرها، ما لكن من بعد طب باش نشوفوا. انا قلت لك انا ما نحبش نسبق الاحداث، اما دوري بالحق مازال في الحلقات الجايه باش يكون بتشوفوا برشا حاجات على المديره ان شاء الله. هو الحقيقه المسلسل كل اثر 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 فينا من ناحيه اللي الى لونسي لو ديبا على حياه اولادنا في المعاهد. شوف انا قريت ستاتيو هبطته سوسن معالج، عجبني برشا اللي هو وسوسن معالج ممثله ممتازه جدا، معناها ممثله رائعه. وي وانا نعتبرها من خيره ما عندنا من ممثلات في تونس. وزيد على ذلك انها انسانه مثقفه وواعيه. صحيح. قالت في الستاتيو نعطيك الملخص معناها، قالت وانه احنا خرجنا من 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 جلباب التسعينات للمسلسلات اللي معناها تقول انت كاريسي وسونس دو بوال، عرفتك لي ماشيين مع ناس محليهم يروح يلقى مرايته وبحذاه وام وقاعده وفتاتي وفتاتا والعائله ملمومه وكل شيء، يعني من بعد انت كده تفرج تستمتع، اما ما تنقش ما يمسكش ما تجادلش ما تطرحش سؤال. اليوم تصفى في الجبل الاحمر والا في الفلوجه. صحيح. انت تقف اليوم تقول وين ماشيين، اعطيني علاش انا نقعد جست نوريك الوجه النير من المجتمع والاخر نغطيه حتى يتعفن وما عادش نجم نعالجه، علاش ما نطرحوش المشاكل نتاعنا ونناقشوها؟ انا ما تصورش قديش فرحانه بالجدل اللي صار حول مسلسل الفلوجه. ان غران ديبا، ان غران ديبا، على خاطر حاجه تمس اولادنا. احنا عندنا اكثر من هكاكا، والتلميذ سامحني جست نوضح الفكره دي، التلميذ اللي ضرب استاذه بشاقور راهو ماهوش من محض الخيال، راهو هذاك واقع صار
في 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 المعهد في الضاحية الجنوبية. معناها ما فماش علاش باش نغطيو في عين الشمس بالغربال، ومش هذاك كهو برشا مآسي وبرشا مخدرات في ليسياتنا وبرشا والانفراستركتور طاحت ومشات ويلزمها تتقد، والليتيود كثر، الناس ما عندهاش فلوس، وتحس العباد تستنزف في دم الأولياء. خاطر هو سيادته التلميذ هذاك يجي ما يحبش يقرا على روحه في القسم، ما يحبش يركز، خاطر هو كان يركز ويقرا دروسه ويطالع ويعمل سبور ويعمل مسرح ويعمل موسيقى، اولا يبدا نفسيته متزنه، وثانيا مستواه في القرايه معناها يبدا مستواه بالحق في معناها مواتي للقسم اللي هو فيه. ساعات تلقى تلميذ معناها متخرج باك ياخذ الباك وما يعرفش يركب جمله، مالوغوزمون. اما زاد باش نقعدوا واقفين ونحكيوا على حكايات ما نحبش نقول تافهه، من حكايات ما تقدمش بينا، نحكيوا على مشاكلنا، هو على الامنا، هو صحيح، على شنو يلزموا التعليم. يا بنتي راهو مشكله التعليم راهي مشكله كبيره، مشكله عنصريه، مش مشكله اساسيه. فما حتى فما بارتي محلاها يعملوا كل جمعة مقارنة بين تونس وبلد كان كي تونس ونهز التايوان السويد، كان حتى أتعس من حالتنا احنا. انت تشوف في أولوياته تلقاها التعليم، كل دولة باش نهضت وقامت أعطت أهمية للتعليم للأسرة. زادة مدام نعيمة للأسرة هي المايود للسوسيتي. الأسرة يجي يرمي ولده في قدام المكتب يخدم كرهبته ويمشي، وإلا يوصله ويمشي ولا ما يوصلوش جملة. صحيح. ووقت البلتان يجي يسأل عليه، يعني أهم حاجة هي كاش بركة يجيب النوت بتاعه. كيما اللي شفنا الدورة اللي عملته شاكرة الرماح الصحية لها كبيرة محلها، وبنتها دور نتاع أمل تقولها يا أمي في على برشا حاجات في الحياة في ذات الإنسان، وهي تقولها المهم أنت تجي الأولى على المعهد، المهم تخبك بمونسيون باش تتباهى قدام أصحابها وعائلتها، مهمة جدا. زادة احنا أسدتنا قداش زرعوا فينا حاجات محلاها، بالله نتفكر مدام حياة باستي هذية ولا مدام بوسيس ولا سي بشير اليزيدي ولا اللي نحييهم، ما نجمش ننساهم من حياتي. خاطر كنا مع القرايه كانوا يعلمونا لو سافوار فيفر، كانوا يقولوا لنا طالعوا تفرجوا في الافلام، اخرجوا حوسوا، ويقولوا لنا هذيك تجي وهذيك ما تجيش، وهاو كيفاش واحد يلزم يرقى بذاته في المجتمع. خاطر الاساتذه مش كان يجي يعطيك بركه درس ويخرج، ولا ساعات معناها يخلي درس للليتود مش مش بالطبيعه مش للساده الكل، فما ساده مستواها مراقي ويخافوا ربي وكل شيء، لكن فما ساده الساده ما يطيط معناها ما كاين مهمتهم معناها كان قريت ما قريتش دبر راسك. احنا ليه قبل نتفكر سادتنا كانوا يحرصوا ان احنا نقراو واني المعلومه وصلت وحتى اكثر من المعلومه. انا نذكر مدام خميمي عجبتني الستاتيو اللي هبطتها صوت انا معالج، انه احنا لازمنا جدل، لازمنا نقاش، لازمنا نحكيو، ما نقعدوش ليه ما تقولش كل واحد مهبط بيان تقول ذا شنو اللي صار. ليه هو انا معاك مدام نعيمه، انا معاك 200% حاجه بركه اللي 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 من الاول لو شوك اللي جاي من الاول اللي الناس رات حاجه ما رات حاجه في ولادها هي خوفتها مش شوكيتها، خوفتها نتصوره، فما الخوف وفما لو كوتي اللي الناس لازم باش هما خافوا من ايماج ما يحبوش يشوفوها، اي خافوا من حاجه ما يحب ما كانت كيما حاجه مغطيه وعجا حد معناتها كيما جرح مغطي جا حد عريه، دونك سي سو شوك لا كي كري لا رياكسيون. اخلاق سامحني احنا لا عندنا عريه في مؤسسين بطبيعتنا سواء في الوطنيه ولا في غير الوطنيه، لا عريه لا كلام بذيء، لا عندها حاجات مثلا لا عنا مثلا كقبل ولا عناق ولا الحاجه اللي مثلا واحد يقعد في عائله يبدا يتفرج ويحشم، شو اللي شافوه في المسلسل؟ سواء في الجبل الاحمر والا في الفلوجه. مش حاجه تخدش الحياه الحقيقه. هو شافوا انك انت وري فيك في الايماج نتاعك سواء في برشا بقايع ولا في ولا في الليسيات ولا ما يكفي من حاجه اخرى. بربي العباد اللي ما تعرفش تنقد علاش ما تسكتش؟ راهو النقد عنده ماليه.
باش واحد ينقد الدراما. راه فما تبارك الله عندنا جهاب ذا اللي مثلا انا وقتها نتفكر قرونا في المعهد العالي في المسرحي كما السيده لبيبه الشريف، كما حياه الغيسي، كما محمد مومن، كما محمد حاذق العرف، هذوما ناس قراوا السيميولوجي ويعرفوا ينقدوا. توا القاسي والدنيا ولا زعما زعما حط ثق على الثق واللي حتى هو ينقد. يعني هو يتعلم قبل انت ابجديه النقد وبعد انقد. حاجه اخرى، علاش التسرع؟ خلي حتى نشوفوا احنا اخر المسلسل نشوفوا شنو هي الميساج. كنت سوا في ديما نقول في جبل الاحمر، واخذ حتى جبل الاحمر عجبني الحقيقه، معناها حتى هو زاد يطرح اسئله ومعناها فيه جدل وفيه نوعيه بتاع تصوير جديده وكل شيء. هو يعني في الزوز مسلسلات الحقيقه. اما فما نقطتين مدام نعيمه، نحيي ربيعة التكالي كما نحيي صوت الجمني اللي اعمالها وصوت اللي تعمل كان اعمال راقيه. راه أنا ما فهمش علاش هالخوف هذا كل وراش يا ولدي. تفرجوا تعقبل تفرجوا بعد احكموا. هو 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 خوف مدام نعيمه. وفما لو كوتي اللي كي ما تبداش فما ان نيفو دو كونسيونس ولا مستوى نتاع وعي عالي. وعي عالي، المواضيع الحساسه تخوف ونخافوا اكثر انها تكون تولي لي باناليزي. نخافوا من باناليزاسيون نتاع حاجات. معناتها انت كي تشرح حاجه في مسلسل كان ما فماش هكا الحوار ونيفو نتاع وعي عالي تولي ندخلوا في الباناليزاسيون. هذاك اللي يخوف. فهمني فهمتني. لا ما تخافش لي نحكي لك دان اوردر جينيرال. العباد ما يخافوا. انا مش خايفه، انا عنقت بنتي وقلت لها يجي عايش بنتي. انتم هكا عايشين في الكوليج ولا لا؟ وتفرجنا مع بعضنا، فرج انا وبنتي بيسير، هاش انا وبنتي انا ونوعيها ولا ولدي زادة نحميه من المخدرات، نحميه من ربي يحميها. والا انا نخبي له من برشا لا نتفرج انا ولدي. لا بالعكس، ونحكيه ما انا ملي هي صغيره من عمرها 3 سنين ربي يفضل هيك. نخرجوا نفطروا مع بعضنا، نمشيو نحوسوا مع بعضنا، نسافروا مع بعضنا، نحكي لها وتحكي لي وما تخبي عليا حتى شيء، ما نخبي عليها حتى شيء. اذا كان انت كبتك صغيرك ما تعملوش صديقك ويحكي لك بالك فاش باش تحميه؟ كيفاش تنجم انت تحميه؟ ديجا احنا كنا مع سي فيصل عزيزة لايف كوتش، وتدخلت معنا استاذه في معهد بني خيار، وانا لونسي لو ديبا زاد اوتور دو لا كومونيكاسيون او سان دو لا فامي وما بين الوالدين وقداش اهميت. فريمون ميرسي مدام نعيمه بور سو فيلم، pour ce feuilleton. Merci على toute l'équipe. Oui, انا je remercie اوكي لي شتيك باش نروحوا الاربعه الخمسه نتاع الصباح باش نوصلوا باش سو باش سوسن والليكيب نتاعها يوصلوا صوره جميله كسوا في الاذاعه كسوا في الديكور. عباد خدمه على الكوستيم لي اسيستون كيفاش يخدموا كيفاش كل شيء في لي بيتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس. لي تكنيك رائعه، ممثلين محليهم منحب منسختو لي جون شفت مشبهم ومحلى خدمتهم الكل. ما نحبش نسمي باش نظلم حتى حد، مي فريمون محليهم الكلهم كلهم ابدعوا. محمد مراد ومسونه معناها الوليدات ما بنهم صغار امل وساره ورحمه فريمون محليهم. ونسيب بورقيبه والرائع اسمه اللي بس النوح فارس. وي وي ديكوفير عبد الدايم تقولش عليه تبارك الله مثل 20 فيلم في امريكا. شفتوا كيفاش يخدم؟ هاي فرصه انك اكتشفنا ممثلين محلاهم. اكزاكتومون. ريما ديحي ما بنها المبدعه، منصف العجنقي، محمد علي بن جمعه، نزال السعدي كيفاش يعمل في دور المتدين محلاه يحبك في دينك ويحبك في الرحمه اللي في دينك. كيفاش يرتل في القران؟ انت تعرف اللي السعدي قعد 9 أشهر يتعلم كيفاش يرتل في القران. سي كليغ كو القران محلاه كيفاش منبعث من يعني معناها يعبي القلب بالرحمه وبالاطمئنان وبالمحبه. سي بوت وصا علاش نشوفوا كل الحاجات الخايبه؟ علاش ديما كل شيء خايب؟ ليه ليه ليه؟ كيفاش مالش نعملوا؟ احنا نعملوا في مسلسل في العام، مسلسل اللي مصر عامله 35 مسلسل. وي انا نشاطرك. ما نخبوش روحنا تصدد لو كان ما نلقاوش الناس تشجعنا، خاصة الفنان ما ينجمش يعيش بلاش فن. ما ينجمش غرام كيما نرى روحي انا غرام الراديو ما نجمش ما نمشيش الراديو. اسمه جميل محلاه، خليل جميل، كل كيب كامله محلاها.
بالحق ما احلاها، ناس خدمت، ناس سهرت، ناس تعبت، كل واحد يفير دو سون ميو، يحب يخرج الاجمل اللي فيه. وهذا شفناه، هذا شفناه على الكرون مدام نعيمه، خاطر شخصيات مسونه وشخصيات ابداع في التمثيل. وانت ميرسي انفينيمون بور فوتر رول، ميرسي انفينيمون اللي قبلت الدعوه. كيما عاودتنا بعفويتك وسبونتانيتي والسنسيريتي نتاعك، نحبوك برشا، وان شاء الله وان شاء الله نتقابلوا في استوديو مره جايه. جيت لو تسمح برك نقول، عايش سامحني برك، نحب نقول عنا مسرحيه بنات سعاد، بنات سعاد بطوله أمية بن حصية ولبنى الزيري وانا نعيم الجاني خرج صادق حلويس، باش نعملوا ان شاء الله باش نكونوا نهار 14 في فاقس، نهار 14 مئة بعد غدوه لو دو في المركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس. هذه هو عرض لو 9 افريل باش نعملوها ليونس مع ليونس كلوب باش نتاهلوا الوليدات في 27. دونك لو 9 افريل ان شاء الله. وين في لو 9 افريل مدام نعيمه؟ لو 9 افريل، لو 8 افريل باش نكونوا في المهديه، ولو 15 افريل في بنزرت ان شاء الله. Donc le 19 في سليانة. باه لو 19 في سليانة. في سليانة. باه لو 14 وين مدام نعيمة؟ لو 14 في صفاقس إن شاء الله. دونك لو 14 في صفاقس، سيف ذا ديت. لو 2 في المنزة. لو 2 بعد غدوة إن شاء الله. في بعد غدوة في المنزة. بثقافة 9:30 نتاع الليل في المنزة السادس. في المنزة السادس. لو 9 أفريل وين؟ كيف كيف في المنزة السادس. في المنزة السادس. مع ليونس كلوب. مع ليونس كلوب. لو 8 في. لو 8 في المهدية. ولو 19 في سليانة ان شاء الله باش نكونوا معجبين بالسليانة، ولو 15 في بنزرت ان شاء الله. لو 15 في بنزرت. ما دورة سي اون تورني في تونس كامله مدام نعيمه. جي هات اني نشوف مسرحيتك الحقيقه، لتوا ما حصلليش الشرف اني اللي نشوفها. فرحانه برشا كجوزي والتليفون، وان شاء الله نتقابلوا في الاستوديو. ميرسي مدام نعيمه، الله يخليك، الله يخليك، نكونوا عند حسن الظن يا ربي. عايشك. اخر كلمه، نحبوك برشا مدام نعيمه. نحبكم برشا، الله يخليك. ولو هكا نوصلوا للاخر كاب ويكاند اليوم مع مدام نعيمه الجينية، كانت معاكم.